حياكم الله إنما كنتم مشاهدين الكرام، مرحبا بكم في الموجز الاقتصادي يأتيكم من قناة الرافدين. بلغت مبيعات البنك المركزي العراقي الإجمالية من الدولار الأمريكي خلال الأيام التي فتح بها المزاد في الأسبوع الماضي أكثر من مليار دولار. قال البنك المركزي أنه باع خلال الأسبوع الماضي ولمدة 5 أيام التي فتح بها المزاد 1,396,679,657 دولارا بمعدل يومي بلغ 279,335,931 دولارا مرتفعا عما سجله الأسبوع الماضي الذي سبقه، حيث بلغ 1,338,650,762 دولارا. أكد عضو لجنة الطاقة النيابية علي شداد أن هناك انحرافا في مسار قطاعات التعليم والصحة ومشاريع الماء والكهرباء والزراعة والصناعة في العراق نتيجة للتراكمات السابقة. قال شداد إن قانون النفط والغاز لن يرى النور بسبب الموقف الكردي، مبينا أن أموال المنافع النفطية تذهب إلى المدن وتهمل سكان الحقول، مضيفا أن وزارة النفط بدأت قبل سنة ونصف بتشغيل المصافي وإجراء عمليات أزمرة وغيرها، مبينا أن العراق لديه اكتفاء ذاتي بالمشتقات النفطية باستثناء البنزين على حد قوله. كشف العضو في لجنة النفط والغاز النيابية علي شداد عن تهريب 300,000 برميل من نفط العراق يوميا ومدرج بحصته في أوبك. وقال شداد إن هناك حاجة لفرض القانون بسبب سمعة العراق الذي بات مدرجا ضمن الدول المهربة للنفط، حيث أن صادرات العراق في أوبك تقل عن 300,000 برميل. وتابع أن العراق لديه فلسفة عقود تسمى بعقود جولات التراخيص والتي تسمى عقود الخدمة وعبارة عن مقاولين من شركات عالمية أجنبية ودولية. حذرت تقارير صحفية من تداعيات الأزمة التي يشهدها القطاع الصناعي في العراق مع توقف أكثر من 50% من المصانع المسجلة في البلاد عن العمل. وأوضحت التقارير أن العراق يمتلك نحو 67,000 مصنعا مسجلا في اتحاد الصناعات، إلا أن 35,000 منها توقفت لأسباب متعددة، منها نقص الدعم الحكومي للوقود والطاقة الكهربائية، فضلا عن فتح أبواب الاستيراد خدمة لمصالح دول إقليمية، مشددة على أن توقف هذه المصانع يؤدي إلى تدهور الاقتصاد المحلي ويزيد من معدلات البطالة نتيجة فقدان العديد من العمال لوظائفهم. حل العراق في المرتبة الرابعة في قائمة الدول الأكثر استيرادا من تركيا خلال شهر أيلول الماضي. وذكرت هيئة الإحصاء التركية في تقرير لها أن الصادرات ارتفعت بنسبة فقط 3% في الفترة من شهر كانون الثاني إلى شهر أيلول من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. وأضافت أن ألمانيا الدولة الشريكة الرئيسة للصادرات بمبلغ 1,680,000,000 دولار، تليها المملكة المتحدة بمليار و400 مليون دولار، ثم الولايات المتحدة بمليار و263 مليون دولار. والآن هذه انتقال سريع مشاهدينا الكرام إلى أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
نهاية الموجز الاقتصادي بأمان الله.